أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم. معكم أنخلا من قناة ملكي أنخلا وأشف إيفا. وصفتنا لهذا اليوم هي الأفوكادو مع بيض العيون. أسهل وألذ وصفة فطور صباحي أو عشاء خفيف. هكذا تبدو وصفتنا بعدما انتهيت من إعدادها. والآن أحبتي هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير هذا الفطور معي أنا أنخلا. باموس! الآن إليكم مقادير وصفتنا لهذا اليوم والتي هي بسيطة جدا. عبارة عن حبة طماطم واحدة، حبة أفوكادو واحدة، بيضتان، زيت زيتون، ملح، فلفل أسود، وحبات من الزيتون. ألم أقل لكم أنها بسيطة جدا ومتوفرة في منازلنا؟ الآن إليكم طريقة العمل. وضعت المقلاة على النار، سأضع فيها ملعقتين من زيت الزيتون. بعد ذلك سأعمل على تحريك زيت الزيتون في المقلاة ليتوزع هكذا. في هذه الأثناء أنتظر حتى يسخن الزيت في المقلاة. سأعمل على فتح البيض مع مراعاة عدم كسر الصفار هكذا. الآن سأضع حبة البيضة الأولى في المقلاة هكذا مع مراعاة عدم تحريكها. هنا أنا حركتها وهذا خطأ مني. الآن سأفتح البيضة الثانية وبنفس الطريقة مراعاة عدم كسر الصفار. هذا الفيديو سوف يستفاد منه المبتدئين في المطبخ. الآن سأضع حبة البيض الثانية في المقلاة هكذا. في هذه الأثناء أيضا وضعت الشاي على النار، فهذه الوصفة يمكنكم تناولها مع قدح من الشاي الساخن. وضعت رشة ملح خفيفة، والآن رشة من الفلفل الأسود هكذا. كأنكم أيضا مضاعفة المقادير، الخيار لكم. يرغب في أن يكون صفار البيض ناضج، يضع الغطاء فوق المقلاة كما فعلت أنا الآن. وهكذا تبدو بعدما رفعت عنها الغطاء، سأرفعها من النار. في هذه الأثناء سأبدأ بتقطيع حبة الأفوكادو إلى مكعبات لأضعها بجانب البيض. فها هي حبة الأفوكادو بعدما انتزعت منها البذرة. سأبدأ بتقطيعها.
والآن سأبدأ بتقطيع الأفوكادو على شكل قطع صغيرة بهذا الشكل، ومن ثم سأضعه بجانب البيض المقلي بزيت الزيتون. هكذا. الآن سأبدأ بتقشير حبة الطماطم هكذا. سأرمي القشرة فلست بحاجتها، ومن ثم إزالة هذا الجزء، وسأبدأ بتقطيع حبة الطماطم على شكل حلقات خفيفة بهذا الشكل. سأضعها في طبق البيض هكذا. وأخيرا سأضع حبات من الزيتون. بعد ذلك سأضع زيت الزيتون فوق الطماطم والأفوكادو، فهو يضفي للوصفة مذاق لذيذ. يمكنكم تناول هذا الطبق مع قطع من خبز التوست الأسمر الطبيعي وقدح من الشاي الساخن. بألف صحة وعافية. اذكروا لنا في التعليقات من أي بلد أنتم تتابعوننا، معرفة ذلك بالنسبة لنا أحبتي يسعدنا. وسأترككم دقيقة مع هذا الطبق لتتأملونه. يبدو شهي ولذيذ وسهل التحضير، لا يستغرق سوى 5 إلى 7 دقائق فقط، بالإضافة إلى أنه طبق صحي. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم، الأفوكادو مع بيض العيون، قد أصبحت جاهزة للتقديم. بألف صحة وعافية أحبتي. أتمنى أن تكون وصفتنا لهذا اليوم، والتي هي عبارة عن فطور صباحي أو وجبة عشاء خفيفة، قد نالت إعجابكم ورضاكم. بألف صحة وعافية. وقبل أن أختتم هذا الفيديو معكم أصدقائي، لا تنسونا بالإعجاب إذ ما أعجبكم الفيديو، والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم جميع إشعاراتنا اليومية. تفاعلكم مع القناة بكل تأكيد يسعدنا، فهي منكم وإليكم. ودعما منكم لقناتنا، الرجاء مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم وأحبتكم. انتظروني بوصفات جديدة. كنت أنا معكم أنخلة من قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا، علما بأن وصفاتنا هذه خاصة بقناتنا. تقبلوا تحياتي، استودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.